ملياران و600 مليون دولار تم التعهد بها من أجل تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. يعرف اليمنيون مصير أموال المؤتمرات السابقة، فهل سيختلف مصير التعهدات التي تديرها الأمم المتحدة هذه المرة؟ أم سيكون مثل سابقاتها؟ أهلا بكم. عقد اليوم في جنيف مؤتمر المانحين الخامس استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. وقد أعلنت العديد من الدول الصديقة لليمن تعهدها بمبلغ 2,600,000,000 دولار من أصل 4 مليارات دولار كانت قد طلبتها الأمم المتحدة لتمويل المشاريع الإنسانية في اليمن خلال العام 2019. ويتساءل مراقبون محليون عن مصير هذه الأموال، خصوصا بعد فضائح فساد الملف الإغاثي سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو الحكومة الشرعية. فساد ونهب وبيع في الأسواق وسماسرة محليون ودوليون، هذه أبرز مظاهر العمل الإغاثي في اليمن، رغم أن نسبة عالية من السكان باتوا تحت خط مستوى الفقر في ظل حرب مستمرة منذ 4 سنوات ولا ملامح لانتهائها قريبا. مؤتمرات للمانحين تنظمها اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة ازدادت أهميتها بعد دخول البلد أتون حرب واسعة ونشوب أكبر كارثة إنسانية في العالم. في ديسمبر الماضي أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن إنقاذ الوضع الإنساني في اليمن يتطلب 4 مليارات دولار للعام 2019. اليوم انطلقت أعمال مؤتمر المانحين الخامس في جنيف بحضور رئيس الحكومة والأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الصديقة لليمن. وباستعراض مختصر حول المؤتمرات التي عقدت من أجل دعم اليمن، فقد عقد في العام 2006 في لندن مؤتمر المانحين الأول وحصد قرابة 4,700,000,000 دولار خصصت لأعمال التنمية. وفي ديسمبر من العام 2012 عقد مؤتمر المانحين الثاني في الرياض وجمع ما قيمته 6,400,000,000 دولار بعد توقيع المبادرة الخليجية في اليمن. في إبريل 2017 عقد في جنيف مؤتمر المانحين الثالث والذي حصد نحو 1,100,000,000 دولار من أصل 2 مليار كانت مطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية بعد اندلاع الحرب. وفي إبريل العام 2018 عقد المؤتمر الرابع للمانحين وبلغ مجموع تعهداته نحو 2 مليار دولار خصصت لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ظل ظروف الحرب في اليمن. اليوم يعقد المؤتمر الخامس للمانحين في جنيف والذي تمكن من جمع تعهدات قدرت حتى الآن ب2,600,000,000 دولار. والسؤال الذي يطرح بعد استعراض هذه الأرقام، ما مصير هذه الأموال؟ مراقبون للوضع الإنساني يقولون أن أقل من 50% من هذه الأموال هي فقط ما يصل للمستفيدين من هذه المشاريع، والنسبة المتبقية تذهب كمصاريف تشغيل مرتفعة تصرف في إدارة هذه المشاريع أو نهب منظم من قبل السلطات في اليمن. برنامج الغذاء العالمي والذي يعتبر أكبر منظمة إنسانية تعمل في اليمن اتهم قبل شهور ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية من أفواه الجوعى وبيعها في الأسواق بصنعاء. وإذا كانت الصورة كذلك، فهل لدى الأمم المتحدة والحكومة هذا العام خططا بديلة لضمان وصول هذه التعهدات لمستحقيها، أم أن الأمور ستمضي كما مضت سابقا؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات عبر سكايب من جنيف، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور. ربما السؤال الأول الذي يطرح عادة في مثل هذا المؤتمر هو ما الذي سيحققه مؤتمر المانحين لليمن أستاذ هاني؟ مؤتمر المانحين اليوم جمع تبرعات شكل 60% من المطلوب. كان المطلوب اليوم أن يتم جمع 4,200,000,000، ولكنه تمكن فقط من جمع 2,600,000,000، وهذا أكبر مبلغ خلال مؤتمرات المانحين السابقة، يشكل نسبة إضافة 30% عن المؤتمر السابق، مؤتمر المانحين السابق الذي عقد في جنيف في 2018. أعتقد أن كثير من هذه المبالغ فتذهب المفترض وفق خطة الاستجابة الإنسانية أن تذهب نصفها أو ما يزيد عن نصف قليل سيذهب للمساعدات الغذائية الطارئة التي زادت بنسبة 50% عما كانت عليها العام المنصرم.
البرنامج خطة الاستجابة الإنسانية تهدف إلى إغاثة أكثر من 10 مليون يمني بمساعدات غذائية طارئة وعاجلة، بالإضافة إلى إضافة المتبقيين من 21 مليون ضمن خطة الاستجابة إغاثتهم، ولكن ليست بصورة عاجلة وطارئة. أعتقد أن هناك ارتفاع أيضا كبير في نسبة النازحين اليمنيين عن العام المنصرم. شكل النازحين اليمنيين اثنين مليون فاصل اثنين من عشرة من المليون هذا في عام 2018، ولكن زاد عدد النازحين ب 50% أيضا عن الرقم السابق، حيث شكلوا لعام 2019 3 مليون فاصل 3 من عشرة. أعتقد أن هذه المبالغ المفترض أن تذهب بصورة عاجلة لدعم المواد الغذائية، وستذهب أيضا لتوفير الاحتياجات الصحية ولدعم مستشفيات ومراكز صحية. زاد عدد كبير من التبرعات اليوم قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نصف هذه التعهدات. شكلت هذه الدول مليار وربع من قيمة هذه التعهدات، وأعتقد أنها يجب أن تذهب بصورة عاجلة. صحيح أن الجميع يشكك، ونوقش خلال المؤتمر وخلال أيضا حلقة نقاش عقدت أثناء المؤتمر في الجلسة الثانية عقب موعد الغداء، عقدت جلسة نقاش لتناقش الإشكاليات. حقيقة أن الإشكاليات كانت متعددة. صحيح أن المبالغ تذهب للموازنة التشغيلية والمصروفات الإدارية تستهلك أكثر من 40%، هذه كانت إحدى الإشكاليات. الإشكاليات الأخرى أن هناك عدم القدرة لإيصال هذه المساعدات بسبب منع قوافل الإغاثة وبسبب الألغام التي زرعها الحوثيين، بالإضافة إلى نهب هذه المساعدات من قبل الميليشيات. سنتحدث عن هذه النقاط تباعا أستاذ هاني، ولكن قبل ذلك يعني نعلم أن ما تحتاجه البلد لا يوازي ما يتم تقديمه في كل عام، هناك عجز دائما يحدث بنسبة ما تحتاجه البلد كخطة استجابة إنسانية عاجلة. إذن 40% المتبقين، تقول تقريبا 60% ما تم تقديمه، 40% معناته أنهم سيتضاعفون في العام القادم. إذن لا حل حقيقي يطرح لي حل هذه الإشكالية. أنا حين أستهدف جزء من المشكلة فأنا أبقي الجزء الباقي قيد هذه الإشكالية، كيف يمكن التعامل مع هذه النقطة؟ حقيقة أن المجتمع الدولي اليوم تجاهل تماما الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة الإنسانية. الانقلاب الحوثي الذي قام به، وهناك حقيقة 40% لن يتمكن المجتمع الدولي حتى الآن، ربما يتمكن، ما زال باب التبرعات مفتوح، وأعتقد أو باب التعهدات مفتوح، وأعتقد أنه قد تثمر اللقاءات الحكومية التي تعقد اليوم، التي عقدت اليوم بعد الظهر، والتي ستعقد أيضا غدا مع بعض الدول، أنها قد تثمر عن بعض التعهدات. قد تكون التعهدات القادمة ليست من المبلغ الكبير، قد تشكل فقط 10%، وأعتقد أن هذا العجز ستضطر هنا الأمم المتحدة بالقيام بالأشياء الضرورية فقط دون القيام بالأشياء الأخرى. ستقدم مساعدات غذائية عاجلة، ستقوم بمساعدات وفق خطة الكارثية التي ستكون في المستوى الأول. أعتقد أن كثير من الدول أيضا عندما قدمت هذه التعهدات قدمت وفق برامج لها، هناك كثير من الدول قدمت التعهدات وفق خطط ووفق برامج معدة مسبقا للقيام بها، في حين أن بعض الدول والقليل منها قدمت هذه التعهدات أيضا كتعهدات مفتوحة يمكن الاستعانة بها وفق برامج خطة الاستجابة الإنسانية ووفق ما تراها الأمم المتحدة وشركائها. أعتقد أيضا أن هناك بعض التعهدات، مثلا سويسرا قدمت تعهدات، قدمت مليون فرنك سويسري في سبيل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة للوصول إلى السلام، وقدمت 12 مليون فرنك سويسري أيضا في سبيل خطة الاستجابة الإنسانية. التعهدات في غالبيتها ستكون مفصلة، وسيقدم الدول التي قدمت هذه التعهدات تفصيلا إلى أين ستذهب هذه الأموال. جميل، إذا اسمح لنا أستاذ هاني أن ينضم معنا الأستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة عبر الهاتف من جنيف. مساء الخير أستاذ راجح. أستاذ راجح هل تسمعني؟
ايوه نعم، انا مساء النور. مساء، اهلا بك. اذا استاذ راجح، بدايه كيف كانت الاستجابه من قبل المتعهدين مقارنه بالاحتياج الانساني الذي تعاني منه اليمن؟ حقيقه انه المؤتمر اليوم يعني مؤتمر ناجح. الاحتياجات التي يعني تم التقدم بها تقريبا من 75 الى 80% تم يعني تلبيتها اليوم في التعهدات التي قدمتها الدول الشقيقه والصديقه، وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ودوله الامارات، الذي تكفل كل منهما بتقديم 500 مليون دولار من اصل يعني 2 مليار و600 مليون. تم اليوم التعهد بهذه الالتزامات. اليوم في المؤتمر العالي المستوى كان هناك يعني رغبة حقيقية لدى المجتمع الدولي وإدراك لخطورة الأوضاع الإنسانية في اليمن ولأهمية الشراكة مع الحكومة من أجل العمل سويا من أجل يعني مواجهة هذه الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها يعني ميليشيات الحوثي. نعم، إذا هناك من يتساءل أستاذ راجح عن مصير التعهدات السابقة، خصوصا أن هناك من يتحدث أن بعض الدول لم تفي بالتزاماتها أو ترددت أو تأخرت في تقديمها أيضا. هذا الكلام غير صحيح. اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أنه التعهدات في العام الماضي يعني بلغ نسبة الإيفاء بها نسبة تصل إلى 95%، وهي نسبة مرتفعة جدا. نعم، إذا هل لدى حكومة الدكتور معين خطة لاستيعاب هذه المنح والإشراف عليها أيضا؟ نحن حقيقة كما لاحظتم اليوم طلب الدكتور معين عبد الملك في كلمته اليوم بأن تكون يعني هذه المساعدات أو هذه الخطة الاستجابة تتم وتمر عبر البنك المركزي، وهما ما سيساهم في يعني في انعاش الاقتصاد اليمني بشكل عام، ويضمن يعني ان تصل هذه المساعدات بشكل افضل الى مستحقها. هناك الان تشاور بين الاجهزه الحكوميه وبين منظمات الامم المتحده المعنيه بهذا الملف للتنسيق والتكامل في العمل ويعني والاستفاده من هذه التعهدات بأكبر قدر ممكن. هل تم الاستجابة لطلب هذا؟ الطلب قدم اليوم، وكما قلت لكم يعني في كلمة الدكتور معين اليوم، والنقاش جاري حول هذا الطلب مع الأجهزة المعنية والمنظمات المعنية والأشخاص المعنيين في الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي. نعم، إذن أستاذ راجح، برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة أيضا اتهمت الحوثيين بسرقة الإغاثة، يعني وربما هي صرحت مؤخرا، ونحن نعلم بالسابق أنها كان يتم نهبها دائما وتشرف هي على استلامها. هل هناك إجراءات أو آلية تحول دون استمرار ذلك؟ لذلك كان هذا المؤتمر اليوم، وكان الحديث يعني من قبل أعلى المسؤولين في الأمم المتحدة سواء الأمين العام أو رؤساء المنظمات الأممية المعنية بضرورة العمل والمشترك مع الحكومة من أجل إيصال المساعدات لكافة المناطق اليمنية بما فيها المناطق والمدن التي لا زالت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي. التجربة الأممية مع ميليشيات الحوثي وخاصة برنامج الغذاء العالمي كانت تجربة مريرة جدا طيلة السنوات الماضية، وكان البرنامج يعني يتحدث في الأيام الأخيرة الماضية بشكل واضح وصريح عن هذه الميليشيات عندما اتهمهم بشكل واضح بسرقة الغذاء من أفواه الجوعى، واتهمهم بقصف مخازن الغذاء الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة. نعم، إذا سؤال أخير أستاذ راجح، يعني نعلم أنه لا تزال معاناة اليمنيين مستمرة وتتسع، وحجم الاحتياج هذا العام كان أكثر من العام السابق، وعدد النازحين والمتضررين والجائعين أيضا بنسبة النصف ربما ارتفع. يعني هناك من يتساءل ما مصير كل هذه الأموال؟ يعني إذا لم تعالج أجزاء كبيرة من المشكلة، لما تتفاقم إذن هذه الأرقام سواء من قبل المانحين أو ما يعلن عنه التحالف من أرقام كبيرة يتم تقديمها؟ معاناة اليمنيين للأسف ستستمر ما لم ينتهي هذا الانقلاب. إذا انتهى هذا الانقلاب ستنتهي كل هذه المعاناة وكل هذه
الإشكالات الإنسانية والكوارث الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني. إذا تم القضاء على هذا الانقلاب وهو المتسبب في كل هذه المعاناة والكوارث الإنسانية ستنتهي كل شيء. إذا استمر هذا الانقلاب ستستمر المعاناة الإنسانية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ راجح بعدي المتحدث باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. وأستأذنك أيضا أستاذ هاني والسادة المشاهدين بانضمام الأستاذة ليلى الشبيبي معنا أيضا عبر سكايب، وهي المديرة التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات من جنيف. أيضا مساء الخير أستاذة ليلى. مساء الخير. أهلا بك أستاذة ليلى، وبداية كيف وجدت استجابة المانحين هذه المرة ل مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن؟ هناك تفاعل كبير بالنسبة للاستجابة، وتفاعل أكبر موجود في هذه في أوروبا، حيث موجود عدد سواء أسفأ الصوت. نعم ألو. نعم لا نسمعك جيدا أستاذة ليلى، سنحاول التواصل بك مجددا حتى يتسنى لنا سماعك بشكل أوضح. عودة إليك أستاذ هاني. أستاذ هاني، يعني أعيد لك ربما السؤال الأخير الذي طرحته على الأستاذ راجح، أن الأموال التي يتم يعني الإعلان عنها والتي تحتاجها اليمن لا يعني نكاد نرى أثرها على أرض الواقع. في كل عام كما تفضلت أنت يزداد عدد الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل عاجل وفوري، برأيك يعني لما لا يتم رؤية هذا الأثر لهذه المبالغ التي يتم التحدث عنها؟ المشكلة الكبيرة أن هناك دائما ما تسوق المنظمات الدولية والسوق الأمم المتحدة كثير من الحجج لتفاقم هذه الحالات الإنسانية. استمرار الحرب هي المشكلة الكبرى في استمرار هذه الحالات الإنسانية وتفاقمها. مع استمرار الحرب في اليمن يزداد عدد المحتاجين وتزداد الأزمة الإنسانية سوءا أكثر فأكثر. أعتقد أن هذه الحجة يتفهمها كثير من المجتمع الدولي، ولكنهم لا يبحثون عن حل حقيقي لهذه الحجة. أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في إيجاد حلول لهذه مشكلة الانقلاب والحرب القائمة الآن في اليمن. أعتقد أن تنفيذ القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن يجب أن تكون بصرامة أشد لإيقاف هذه الأزمة الإنسانية في اليمن. فيما لم توقف هذه الحرب ولم يتم إيقاف هذا الانقلاب لن تتوقف المساعدات الإنسانية التي ستأتي بناء على أزمة إنسانية ستزداد سوءا أكثر وأكثر خلال السنوات القادمة. أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يكون صارما تماما في وقف الميليشيات الحوثية عن زرع الألغام، عن منع تسليم الموانئ. نحن حضرنا في اتفاق ستوكهولم وكنا حاضرين وشاهدين على تلكؤ الحوثيين كثيرا على تنفيذ على اتمام هذا الاتفاق، ونحن الان شاهدين والعالم كله يشهد على تلكؤهم في تنفيذ هذه الاتفاقات. الحوثيين عندما ذهبوا الى ستوكهولم لم يذهبوا الا تحت ضغط القوه، عندما كان الجيش الوطني على مشارف الحديده فاجبروا في هذه الحاله على الذهاب الى ستوكهولم، وهم في نفس السياق لن يجبروا على إيقاف هذا الانقلاب ما لم يكن بالقوة من المجتمع الدولي ككل. ويجب أن تكون هناك صرامة في تنفيذ القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 الذي يلزم وقف هذا الانقلاب. أعتقد أن اليوم في مؤتمر المانحين الكل كان يستمع إلى كثير من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، وهم يتحدثون في لقاءات جانبية أو على هامش المؤتمر عن وجود أراقيل حوثية حقيقية لإيصال هذه المساعدات. هذه المبالغ الكبيرة يقوم الحوثيين بنهبها وتحويلها إلى مجهود حربي. نحن نعلم جيدا ويعلم المجتمع الدولي ويعلم أيضا برنامج الغذاء العالمي أن هناك كثير من القوافل تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين، ولكن هناك صمت. عندما نناقش المسؤولين الأمميين حول هذا الصمت، لماذا يتم هذا الصمت؟ يكون الرد دائما هناك أن هذا ليس صمتا ولكنه محاولة لمرور قوافل أخرى. هم يقولون أنه في حالة مصادمتهم مع الحوثي وإعلانهم أن الحوثي يعرقل مرور المواد الغذائية سيقوم أيضا بعرقلة
مرور قوافل أخرى وسيصلون إلى مرحلة من التصادم، لم يتمكنوا بعدها من التواصل مع الحوثيين لمرور هذه المساعدات ولا إيصالها إلى مستحقيها. إذن ما هو الحل في ظل ذلك أستاذ هاني؟ يعني إذا كان هناك تقارير وأيضا يعني منظمات تعلن أن الحوثيين يعرقلون هذه الجهود وينهبون هذه المنظمات، وربما أنت رأيت والعالم رأى كيف تباع هذه الأغذية في الأسواق العامة ويسجل عليها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف وما إلى ذلك. إذن يعني إذا نحن هم المنظمات متخوفة من عدم السماح للحوثيين لهم بالعمل وأيضا يتم نهبها، فما هو الحل؟ أعتقد أن الحل هو إيقاف الحرب. بغير إيقاف الحرب لن نتمكن من وجود حلول حقيقية. يتغاضى المجتمع، هل يعني يدرك ذلك العالم، المجتمع الدولي؟ نعم، المجتمع الدولي يدرك ذلك تماما ولكنه يتغاضى عن ذلك. نحن نرى أن الأمم المتحدة لا تريد حل الصراع. جهود المبعوث الأممي حتى الآن وفريق الأمم المتحدة المتواجد في الحديدة حتى الآن لا نلمس منهم حقيقة وجود حلول للصراع، هي مجرد إدارة للصراع وليست حلول. نعتقد أن هذا التلكع وهذا التباطؤ وهذا الدلال الذي تقدمه الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية إنما بسبب الضغوط إقليمية من بعض دول الإقليم المتواجدة. نحن نتحدث عن إيران صراحة، ونتحدث عن مصالح تعقدها الدول الغربية مع إيران وعن لوبي إيراني قوي في أوروبا وفي كثير من الدول الغربية في أمريكا. أعتقد أن هذا القيام بعدم الضغط الحقيقي على الحوثيين منشأه هذه المصالح الإقليمية. في حالة عدم وجود حلول حقيقية لليمن، يجب على اليمينيين أنفسهم أن يوقفوا هذه الحرب، أن نصل إلى نتائج حقيقية لإيقاف هذه الحرب. يجب علينا أن نقوم بمواجهة الحوثيين مواجهة حقيقية لكي يجبر الحوثيين على الوصول إلى طاولة مفاوضات حقيقية ونستطيع فيها حل جميع المشاكل العالقة. بغير هذه الحلول لن نتمكن من حل الأزمة الإنسانية. ستتفاقم الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، وسيقوم الحوثيين بالمتاجرة بهذه المواد الغذائية وبهذه الأموال التي ستقدمها هذه الدول، ولن نوجد أي حل حقيقي. سنظل ندور في نفس الدائرة دون الوصول إلى نتائج حقيقية. نعم، سأعود إليك أستاذ هاني. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور، أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. من وجهة نظرك، ما الذي يمكن أن يحققه مؤتمر المانحين لليمن؟ بالتأكيد أن مؤتمر المانحين هدفه هو استقطاب مزيد من الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإنسانية الدولية، والتي أعلنت أن احتياجها للعام 2019 سيكون بحدود 4.2 مليار دولار، وهذه ميزانية كبيرة للغاية، طبعا تقترب من موازنة الحكومة اليمنية بما فيها الذي تشمل كل المحافظات اليمنية. نعم. أهمية هذا الموضوع أنه إذا ما أنفقت هذه الأموال إنفاق صحيح واتجهت نحو تنمية حقيقية، بالتأكيد هي ستكون إضافة لتخفيف الحالة الإنسانية في البلد، وأيضا على الأقل إعادة التعافي في الاقتصادي للبلد، لكن بشرط أن تنفق إنفاق حقيقي على المستحقين، وأيضا أن تبرمج بشكل صحيح بما يخدم التنمية ويخدم البلد. نعم، لكن يعني هناك من يتساءل عن مصير الأموال السابقة والمؤتمرات السابقة التي لم نرها تحدث أي أثر على أرض الواقع. على العكس، كل عام تزداد الأرقام التي تحتاجها اليمن وتزداد نسبة المحتاجين أيضا. هذا أمر مؤسف فعلا، أنه المأساة الإنسانية تتزايد،
وهذا باعتراف المنظمات الدولية نفسها، هي تقول أنه بسبب الحرب. والحقيقة أن الحرب أيضا صحيح أنها استمرارها جزء من المشكلة يفاقم الوضع الإنساني، لكن أيضا بالمقابل هل هذه الأموال أنفقت بشكل صحيح؟ بالتأكيد لم تنفق بشكل صحيح، وما كشف عنه من أرقام مهولة فيما يتعلق بعمليات الفساد التي اكتنفت عملية توزيع المساعدات. كان هناك تصريح أيضا للسفير السعودي أن المنظمات لم تستفد سوى من 40% من ما تم تخصيصه العام الماضي، بمعنى أن جزء كبير من هذه الأموال لم يتم الاستفادة منه. بالإضافة إلى أنه أيضا هل من المناسب أن تستمر عملية دفع مبالغ مالية للفئات الفقيرة، هذا إذا وصلت لهذه الفئات الفقيرة، أم يتم التفكير بآليات متكاملة لانتشال مجتمعات من مستوى الفقر وإعادة التنمية لمختلف الفئات المحتاجة؟ هناك نحن بحاجة في الحقيقة إلى إعادة تفكير في برمجة هذه المساعدات التي تقدم بما يخدم عملية التنمية، وبما لا يعمل على استمرار يعني طوابير الجوع بانتظار وجبة غذاء يعني من قبل هذا البرنامج أو ذاك. ونحن نعرف أن هناك إشكالية كبيرة في النفقات التشغيلية لهذه المنظمات الدولية، كثير من النفقات لا يتم يعني ما ينعكس أو ما يصل إلى المواطن هو نسبة بسيطة للغاية، وأيضا يفترض أن يتم الاستفادة منها في مسألة تزويد أو زيادة النقد الأجنبي في البلد، وتنعكس بشكل إيجابي على الريال وعلاقته بالدولار. أنت تعرفي أن هذا أن ما تم الإعلان عنه بحدود 2.6 مليار دولار، هذه أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة، بمعنى أنها أكثر من الوديعة السعودية وأيضا ما منحته السعودية فيما يتعلق لمدة عامين لتعزيز استقرار الريال. وبالتالي هذا مبلغ كبير إذا ما تم الوفاء به. يفترض هل تجد أن من الأفضل أن يكون عبر الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد نوعا ما، خاصة بعد مقترح الدكتور معين بأن يتم يعني بالتشارك معهم حتى يعني يستفيد البنك المركزي من هذه المبالغ وتتحرك عجلة الاقتصاد قليلا؟ أنا مع أن البنك المركزي يستفيد من هذه الأموال عبر الطريق عن طريق تعزيز المخزون من النقد الأجنبي، لكن أن تقوم الحكومة بتوزيع المساعدات فهذه فيها مخاطرة كبيرة. معروف أن أدوات الحكومة في هذا الجانب أدوات ضعيفة، وأيضا سيتخللها الكثير من الفساد، ولنا تجارب كثيرة في مسألة التدخل الحكومة في أعمال من هذا النوع. لكن يفترض أن الحكومة تقوم بدورها في مسألة الرقابة، يعني هي المعنية، وزارة الخارجية والتخطيط هي من يمنح هذه المنظمات التراخيص، وهي من يفترض أن تقيم أداء هذه المنظمات الدولية، مستوى وصول إلى المستحقين، أيضا بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الجانب. لابد أن تكون الأدوات محلية عبر منظمات، عبر معايير ومنظمات مجتمع مدني محلية لديها القدرة والكفاءة، والحكومة تقوم بدور المشرف والمراقب. هنا يمكن تحقيق إنجاز في هذا الجانب، لكن أن تتولى الحكومة الأمر فأنا أعتقد أن فيه مخاطرة كبيرة وقد يحدث فيها فساد كبير، وأيضا أن يترك الحبل على الغارب زي ما يقال بدون أي رقابة على مستوى الإنفاق، مستوى النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية التي تأخذ هذه المنح، أيضا مدى الاستفادة اقتصاديا، لأن هذه الأموال هي يفترض وكما أشرت أنها يعني مبلغ كبير إذا ما قارناه بنسبة الموازنة العامة للدولة، يعني يفترض أن تعزز من قدرات الاقتصاد اليمني وكمدخلات. يعني هي الآن هذا المبلغ يفوق ما تتوقعه الحكومة من عائدات النفط،
ويفوق ايضا ما تتوقعه الحكومه من ربما من ضرائب احيانا. نعم. من ضرائب وجمارك. نعم اذا شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك استاذ هاني. استاذ هاني، ما رايك ب يعني موضوع ان الحكومه غير قادره على الاشراف على هذه المساعدات التي يقدمها المانحون، لأن من وجهة نظر الأستاذ مصطفى أدوات الحكومة ضعيفة وقد يتخللها الفساد وكثير من الأبواب التي ربما قد تفتح، خاصة وأن لنا تجارب سابقة في إدارة الحكومة لهذه الأموال، ما رأيك؟ حقيقة ما طرحه الأخ مصطفى نصر وهو خبير في هذا المجال، خبير في المجال الاقتصادي، وحقيقة فعلا حقيقي الحكومة ليس من مهامها في الأساس أن تقوم بتوزيع هذه المساعدات. ستتحول هنا الحكومة إلى حكومة تقوم بتوزيع المساعدات بدلا من إيجاد حلول حقيقية للأزمة الإنسانية وللوضع الاقتصادي المتواجد في البلد. أدوات الحكومة كما أضاف الزميل هي فعلا أدوات ضعيفة جدا، تتخللها كثير من الفساد. أعتقد أننا إذا كنا فعلا نشكك في وجود فساد في المنظمات الدولية وهو فساد حقيقة متواجد، ولكن الفساد الذي سيكون أيضا بالآية إذا قامت الحكومة أو بأدواتها سيكون فساد كبير جدا. نحن لسنا مع ألا يفترض أن تقوم أيضا بدور إشرافي كما تفضل أستاذ مصطفى، يعني هذا الدور الغائب في السنوات الماضية، ألا يفترض أن يكون على الأقل حاضرا هذه المرة بحكومة جديدة يعني ولديها ربما أطروحاتها ولديها خططها أن تشرف على الأقل أين تذهب هذه الأموال وكيف تتصرف هذه المنظمات وهل يتم نهبها من قبل الحوثيين أو يتم التلاعب بها؟ يجب أن تقوم الحكومة بدور الإشراف، يجب أن تطلع الحكومة على جميع البرامج التي سيقوم بتنفيذها. أعتقد أن هذا ما سيتم، أن تطلع الحكومة على هذه البرامج ولها أيضا حق الرقابة في ذلك. هي تستطيع أن ترفع التقارير إلى المنظمات الدولية، تستطيع أن ترفع التقارير إلى الدول التي قدمت هذه التعهدات، تستطيع أيضا الدول أنفسها التي قدمت هذه التعهدات أن تقوم بعمليات المراقبة، هذا حق. تستطيع منظمات المجتمع المدني أيضا أن تراقب تلك التعهدات وأين صرفت، وهي ما تسمى بالطرف المراقب الثالث. معروف جدا أن المنظمات المجتمع المدني هي من تقوم في الأساس بمراقبة هذه التعهدات ومن تقدم ومن تنفذ من خلالها هذه التعهدات. هناك كثير من المنظمات الإنسانية المتواجدة حاليا في اليمن من منظمات محلية وتقوم بتنفيذ أجزاء من هذه التعهدات أو هذه البرامج. هذا لا يكمن عملها في تنفيذ هذه الأجزاء فقط، ولكن يكمن عملها أيضا في مراقبة أداء المنظمات الدولية في تنفيذ البرامج التي تلتزم بها. أعتقد أن الجميع يجب أن يتحول إلى مراقب، يجب أن تقوم الحكومة بعملية الرقابة، منظمات المجتمع المدني، الدول التي قدمت هذه التعهدات، الكثير في ظل وجود هذه الرقابة في الكل ستكون نسب الفساد ليست معدومة ولكنها ستقل إلى نسب كبيرة جدا. نعم، إذن هناك يعني من يقول أن تأثير عدم سيطرة الشرعية على الأرض والموارد وإدارتها أيضا هو أحد الأسباب التي قد تجعل من المجتمع الدولي يتشكك في أداء الحكومة في هذا الجانب. وعلى الطرف الآخر لدينا المنظمات التي ربما أنت تحدثت بداية حديثك أن نسبة التشغيل لهذه الأموال قد تصل إلى 40%، ربما هذا هو السبب الأكبر لعدم وجود أثر حقيقي لهذه الأموال التي تمنح لليمن. قلت بأنه تم نقاشها اليوم هذه النقاط، هل خرجوا بأي شيء ملموس لحل هذه الإشكالات، خاصة النسبة المرتفعة التي تأخذها المنظمات لقاء التشغيل؟ لا وجود لحلول ملموسة. نحن نتحدث عن مؤتمر ليوم واحد، هو مؤتمر إعلان تبرعات وليس لمناقشة مشاكل هذه التبرعات. نحن نتحدث عن مؤتمر تجمع فيه الأموال أو يتم فيها التعهد بدفع هذه الأموال، ولا نتحدث عن حلقات نقاش كثيرة حول مشاكل وصول هذه المساعدات أو هذه الأموال إلى محتاجينها.
أعتقد أيضا أن تسليم الحكومة لهذه الأموال ليس من مهامة، نحن نتكلم عن تعهدات جمعت لاستجابة لخطة الإغاثة الإنسانية وليس استجابة لتحسين الوضع الاقتصادي اليمني. نحن نتكلم عن مساعدة طارئة يجب أن تقدم لليمن وليس للاقتصاد وليس للبنك المركزي اليمني. ممكن أن تمر هذه الأموال من خلال البنك المركزي اليمني، ولكن ليس مهمة الحكومة أن تقوم بإدارة هذه الأموال. وبالتالي بالرغم من وجود النسبة الموازنة التشغيلية عالية لهذه المنظمات، إلا أنه يجب أن تمر هذه الأموال عن طريق هذه المنظمات، حيث لا وجود لبديل حقيقي وبديل فاعل وبديل قد يكون نسبة الفساد فيه أقل من ذلك، أقل من هذه النسب المتواجدة لدى الأطراف الأخرى. أعتقد أن بعض البرامج ستقوم الحكومات أنفسها، الحكومات التي قدمت هذه التعهدات بتنفيذها. هناك تعهدات كثيرة تقوم بعض الحكومات بتنفيذها، على سبيل المثال هناك التعهد التي قدمته المملكة العربية السعودية بتوفير مشتقات نفطية ب60 مليون لمحطات الكهرباء المتواجدة في اليمن شهريا، 60 مليون دولار شهريا. أعتقد أن هذا يقدم عن طريق المملكة السعودية مباشرة إلى محطات الكهرباء. في مثل هذه الحالات ستقل نسب الفساد وستقل أيضا الموازنات التشغيلية وستصل إلى أدنى حدودها. المشكلة يا عزيزتي أنه لا يوجد بدائل لهذه المنظمات في تنفيذ هذه البرامج، وأن البديل سيكون أكثر فسادا وأكثر نهبا للأموال. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ هاني أن ينضم معنا الأستاذ أحمد الصهيبي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور والعافية، حياكم الله وأهلا بضيفك الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ أحمد، أنتم على الأرض، هل تلمسون أي أثر للدعم الذي تتلقاه اليمن من مؤتمرات المانحين؟ بالتأكيد هناك الكثير من المشاريع التي تنفذها هذه المنظمات الدولية على في المحافظات اليمنية منذ بدء الحرب وحتى اليوم، لكن كما قلنا بأن نسبة الاحتياج تتضاعف عام بعد آخر. هذه المساعدات ونسبة تزيد هذه المنظمات من رفع بها والمشاريع التي تنفذها في هذه لكن هناك نتحدث عن الأثر الناتج عن هذه المساعدة. نعم، ما حجم هذا ما حجم هذه المشاريع أستاذ أحمد؟ بالتأكيد هذه المشاريع نسبة ما يتم تنفيذه بالمقارنة بالنسبة الاحتياج هو نسبة قليلة جدا، يعني في هذه الملاحظة في هذه المحافظات لأسباب كثيرة. السبب الأول أن هناك الكثير من هذه المشاريع يتم تنفيذها في مناطق معينة ويتم التغاضي عن هذه المناطق، لم يتم مسحها بشكل جيد، بالتالي هناك يكون تراكم لهذه المساعدة في مناطق وخلوها من مناطق أخرى. أيضا هناك أيضا سبب إذا ما تم تنفيذ هذه المشاريع من قبل المنظمات وتم مراقبة بشكل جيد، أعتقد بأن كثير من هذه المشاريع وكثير من هذه المساعدات سيستفيد منها عدد أكبر من المواطنين في إذا تم ما زالت عملية التلاعب وعمليات النهب لهذه المساعدات ولا زالت تمارس وكانت الرقابة من قبل الحكومة ضعيفة على هذه المشاريع، بالتأكيد سيتم هناك تلاعب. ما نلحظه هذا العام من إجمالي المبالغ أو التكلفة الإجمالية لحجم هذه المساعدات حجم ما تم تقديمه لليمن مقارنة بالعام الماضي والعام هي ميزانية كبيرة جدا، لكن هل سيتم الاستفادة منها بشكل أمثل؟ هذا هو ما ننتظره من الحكومة في عملية الرقابة، ما ننتظره من المنظمات في ترشيد وتنفيذ هذه المشاريع واستهداف المناطق الأكثر. إذا ما نظرنا أيضا إلى الجانب الآخر وقلنا أن ما تم جمعه من المانحين هو
ما يكفي لتغطية احتياج 60% من المواطنين اليمنيين. نعم. بالتالي سنجد أن هناك 40% سيحتاجون لهذه المساعدات، وهذه قصة الضعف عن بعد آخر. أيضا كان هناك في الأعوام السابقة كان هناك أيضا نسبة كبيرة من المواطنين أيضا لم تشملهم هذه المساعدات، عدم تغطية منح الداعمين لليمن لم تشمل هذه لم تشمل جميع ال، بالتالي تتضاعف هذه المعاناة عام بعد آخر. بالنظر أيضا إلى ما قدمته الحكومة مثلا في المناطق التي حررتها مؤخرا، وكان هناك شبه انتظام لتوزيع الرواتب وهو ما خفف كثير من المساعدات، لكننا في المقابل ننظر إلى المناطق التي لم يتم تحريرها حتى اليوم، الكثير آلاف المواطنين أو آلاف الموظفين الحكوميين لا يستلمون رواتبهم حتى اليوم. ماذا ستصنع الحكومة وماذا ستصنع المنظمات لهؤلاء الناس؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد الصهيبي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ هاني. أستاذ هاني، هناك من يقول أن هذه المساعدات والهبات الدولية لم تجدي كثيرا في أوقات السلم، فهل ستجدي الآن في أوقات الحرب مع وجود العديد من المشكلات التي تفاقم الأعداد عاما بعد آخر؟ حقيقة هذه المساعدات تأتي استجابة لخطة الاستجابة الإنسانية الطارئة. هذه المساعدات لابد أن تقدم، وإلا سيكون عدد الضحايا كبير جدا. نحن لا نتكلم عن أن هذه المساعدات ستحقق هدفها الأسمى في إيقاف الحالات الطارئة، ولكنها ستقدم مساعدات لمن يحتاجون بدرجة كبيرة لهذه المساعدات. صحيح أنه قد لا يتم تقديم المساعدات لكل من يحتاجها، ولكنها ستقدم على أقل تقدير لنصف هذا العدد. أعتقد أن هذه المساعدات إن كانت في أيام السلم لا تؤتي أكلها بسبب فساد حكومي كبير، ولأن هذه المساعدات كانت تقدم عن طريق الحكومات. أعتقد أنها الآن ممكن أن تأتي نصف أكلها، إن لم تأتي كل الأكل فستأتي بنصف الأكل. أعتقد أنه لولا وجود هذه المساعدات بالرغم من الفساد الذي يعتريها، ولكن لولا وجودها لكان عدد الضحايا ولكان هناك تفاقم كبير في الأزمة الإنسانية، ولا أصبحت اليمن مجاعة حقيقية لعدد 24 مليون نسمة. نحن نتكلم أن خطة الاستجابة اليوم ستحاول الوصول إلى 24 مليون نسمة يمنيين، منهم النصف على الأقل ستقدم لهم مساعدات طارئة. أعتقد أن هناك أيضا مشكلة أخرى كنا نرجو من الحكومة أن تتقدم اليوم أيضا، هي ببرامج معينة تقول أن هذه احتياجاتها، وأن لديها برامج لتغطية هذه، أو أن لديها برامج تحتاج إلى تغطية تكاليفها من المجتمع الدولي، ولكن الحكومة اليمنية اليوم اعتمدت فقط على الأمم المتحدة وعلى خططها وبرامجها وعلى الوكالات الدولية أيضا في تقديم هذه الخطط والبرامج. أنا لم أستمع اليوم لأي خطط أو برامج قدمتها الحكومة، كنت أأمل أن أستمع إليها في حديث الحكومة أو في حديث رئيس الحكومة. قد تكون هذه الخطط قدمت في جلسات مغلقة مع بعض الدول التي قامت بالتعهدات، ولكننا لم نسمعها على الملأ. يجب أن تعلن الحكومة اليمنية عن خططها، عن برامجها، عن احتياجاتها بدرجة صريحة، ويجب ألا تعهد بذلك فقط للمنظمات الدولية لتقوم بتعهيد هذه البرامج. نحن لا نقول أن تقوم الحكومة اليمنية بتنفيذ هذه البرامج، ولكنها يجب أن تقدم احتياجات اليمنيين لهذه البرامج والأموال التي تحتاجها هذه البرامج. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.